على كل حال خلونا نتكلم زي ما كنت بقول لكم كده في بدايه الحلقه، ويمكن حتى من امبارح وانا بقول لكم لازم يبقى اكيد في قدر من التقدير لينا او من عندنا يعني لمئويه الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دوله الامارات العربيه المتحده، هذه الشقيقه الجميله اللي وقفت معانا قوي 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 واللي سندتنا قوي قوي قوي. الشيخ زايد رحمه الله عليه 100 سنه النهارده، 6 مايو 1918 كان ميلاد هذا الرجل الحكيم الذي احب العرب واحب مصر، واحد من اهم القاده العرب، لا ينسى الضمير العربي على الاطلاق الشيخ زايد ومواقفه مع كل الدول العربية بالمناسبة ومع مصر تحديدا بالنسبة لنا بشكل خاص، وبالتحديد كمان أيام حرب أكتوبر 1973. وكان موقفه بالإضافة لمواقف عربية الحقيقة شتى، ويمكن كان موقفه بارز كمان جدا على مسألة أنه كان من ضمن الأسباب الرئيسية في أن احنا قدرنا يبقى ظهرنا مسنود عشان نقدر ننتصر بجيشنا على الجيش الصهيوني او العدو الصهيوني تحديدا. كان صاحب نظرة اقتصادية شديدة التقدم، يعني زي ما يقولك كده الجماعة الانجليز كان راجل بروجريسيف، باصص لقدام وشايف الامارات قدام، ليست 5 سنين وليست 10 سنين ولا 20 ولا 30 سنة، باصص على الامارات 50 سنة و60 سنة وعنده تصورات ليها. ما بين بدايته انه يعمل على توحيد الامارات في هذا الكيان شديد الأهمية دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي تصبح واحدة من أهم دولنا العربية، واللي تصبح أيضا كمان وجهة مشرفة بالمناسبة للعرب في الخارج. فكل اللي أقدر أقوله أنه هذا الرجل الحكيم الرشيد الذكي صاحب النظرة التقدمية الناظرة إلى الأمام لسنين عديدة، إن كان رحل على دنيا عن دنيانا فكانت تجربته ونظرته واستراتيجيته ورؤيته لسه موجودة في الإمارات حتى هذه اللحظة، وأظنها كمان أصبحت حالة جيدة وتستطيع دول كتير منها أنها تستلهم منها تجارب وتشتغل عليها في دولنا العربية تحديدا، ونشتغل عليها في دولنا وأوطاننا بهذه الرؤية الجميلة والجيدة وشديدة الذكاء. رحم الله الشيخ زايد وأسكنه فسيح جناته، وطيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.